كنتمنى ان شاء الله غد اليوم الغد ان شاء الله تكون شي ميداليه بالنسبه للموانع، لان هي مسافه صعبه كيف ما كنقولوا دائما، هي كيشارك فيها اجود العداءات والعالميات واللي كيشاركوا بطولات العالم والاولمبيات، وانا ان شاء الله واجده وحاضره ان شاء الله كيف ما ديما، وانا كنتمنى الفوز ان شاء الله. بالنسبة لبطولة العالم الجاية إن شاء الله نكون واجدة إن شاء الله في الأولمبيات، وعندي طموح إن شاء الله، لأن ما عندناش شي بطلة في هذه المسافة هذه، وكنتمنى نكون أنا هي هذه البطلة.